فليس السلام وحده هو المهدد بالخطر، بل إن الخطر يكمن في عدم إصلاح الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وعدم وضع نهاية للآلام والمصائب التي حلت به. لأن ذلك لا ينسينا قضيتنا الأولى، القضية الفلسطينية التي تعتبر حجر الزاوية لأي سلام في الشرق الأوسط. تحرير المسجد الأقصى كما قلت دين في رقاب هذه الأمة، وإنما على هذه الأمة أن تتهيأ لذلك وأن تصدق الله سبحانه وتعالى. العالم يعرف القدس هي عاصمة فلسطين وستبقى كذلك. طلبنا الدعم كثيرا من الإخوة المسلمين والعرب، وباستثناء جلال سلطان قابوس بن سعيد حفظه الله سلطان عمان لم يستجب أحد لنا. وأكدت على وقوف هذه الدولة العربية الشقيقة سلطانا وحكومة وشعبا مع قضية فلسطين. أهل الخير في عمان وقفوا مع الشعب الفلسطيني وأرسلوا تبرعاتهم منذ أمد بعيد. هنئ الشعب العماني بسلامة الملك قابوس الذي شفاه الله سبحانه وتعالى وقدم كرفانات لكل بيت هدم، وقدم مساعدات مالية لكل بيت دمر جزئيا. وهي رسالة للكل حولنا وفي هذا العالم أن فلسطين ليست وحدها، معها هذا الكل العماني، وعمان دولة لها ثقلها ووزنها في الحلبة الدولية ولها علاقاتها الدولية واحترامها ومكانتها، وجلالة السلطان قابوس من الشخصيات السياسية العالمية.